السلام عليكم. دي ما شاء الله غادي نخدموا المرجع في الرياضيات المستوى الثالث 11. تمرين 4 كيقول جو فيريفي لي كالكول اون افيكتيون لي زوبيراسيون سويفونت، يعني غادي نشوفوا هنا العمليات، نشوفوا الخطأ اللي داروا في هذه العمليات ونصحوه هنايا. مثلا في العملية الأولى قبل ما نبداو نحسبو كيبان لينا أن الوضع مثل العملية خطأ. علاش؟ لأن دائما كنقولو فاش كنبغيو نديرو الفرق أو الجمع خاص الوحدات تحت الوحدات، العشرات تحت العشرات، المئات تحت المئات، والآلاف تحت الآلاف، وهي غدا بهذا الترتيب. هنا كنشوفو هاد العدد الوحدات ديالو 6، وهاد العدد الوحدات ديالو 7. إذا 7 كخصها تجي هنا، هاد العدد كامل راه الوضعية اللي محطوط فيها خاطئة، لأن حاطين الوحدات تحت العشرات مثل العدد الكبير، والعشرات تحت المئات، والمئات تحت الآلاف. إذا الوضعية خاطئة، النتيجة بطبيعة الحال تكون خاطئة، خصنا نصحوها هنايا. الطريقة الصحيحة هي غادي نديرو 9086 ناقص الوحدات تحت الوحدات والعشرات تحت العشرات والمئات تحت المئات. هذا هو الوضع الصحيح في الطرح وفي الجمع. إذن 6 ناقص 7 لا يمكن، لأن 6 أصغر من 7. غادي نقوموا بعملية الاستيلاف، 16 ناقص 7 تساوي 9، 8 ناقص 1 لأن 0 زائد 1 نتاع الاستيلاف اللي رجعنا هي 7، 8 ناقص 1 تساوي 7، 0 ناقص 8 لا يمكن، 0 أصغر من 8. سنقوم بعملية الاستيلاف ورجوع الاستيلاف هنا، 10 ناقص 8 تساوي 2، 9 ناقص 1 ديال الاستيلاف اللي رجعنا، 9 ناقص 1 هو 8. إذا تسوينا 8279. لاحظنا أن هنا الخارج خطأ طبيعة الحال، لأن الوضعية كانت خاطئة غادي يكون الخارج خطأ. خصنا دائما نتابعوا لهذه القضية. نشوفوا العملية الثانية، الوضعية صحيحة، ونشوفوا الخارج 2 ناقص 3 لا يمكن. نديروا عملية الاستيلاف، نرجع الاستيلاف، 12 ناقص 3 9، 4 ناقص 4 3 و2 هي 4، 4 ناقص 4 0، وكتب هنا 1. شتي هنا دار واحد الخطأ. شناهو اللي ما حسبش الاستيلاف؟ هو حسب غير 4 ناقص 3 وعطاتو 1. الا جينا نكملو نشوفو شحال من خطأ عاوتاني دار. هنا خطأ، هنا 6 ناقص 8 لا يمكن، 16 ناقص 8 8، 5 ناقص 3 لان عندنا 1 اللي رجعنا نتاع الاستيلاف، و2 هو 3، 1 ناقص 3 2. شنو دار هو؟ هو دار 5 ناقص 2. اذا ما حسبش لهاد الاستلاف اللي كنرجعو هنا وهنايا. اذا هو كيتسلف ولكن ما كيرجعش، كيحسب العمليه كان ما كاينش كاع استرجاع نتاع السلف، والعمليه بطبيعه الحال تخرج خاطئه. هنا نكتبوها ونصحوها، 5642 ناقص 2833 تساوي 2 ناقص 3 لا يمكن، 12 ناقص 3 لأن تلفنا ورجعنا الاستلاف تساوينا 9، 4 ناقص 4 0. هذا هو اللي خطأ فيها هنا، ما حسبش لهاد الاستلاف اللي درنا 3 زائد 1 هي 4، 4 ناقص 4 0، 6 ناقص 8 لا يمكن، هنتسلفو هنايا وتولينا 16 ناقص 8 8، 5 ناقص 3 الاستلاف اللي رجعنا هو 2. إذا النتيجة الصحيحة هي 2809. هكا غادي نكونو صححنا الأخطاء اللي كانوا في هذه العمليات وسالينا التمرين 14. نمروا للتمرين 15. شنو قالوا لنا في التمرين 15؟
أرادت إدارة حديقة الحيوانات نقل الفيلين من حديقة إلى حديقة أخرى. تتوفر الإدارة على الشاحنة لنقل حمولتها القانونية هي 8 طن، هذه هي طن. أحدد العملية الحسابية اللازمة لمعرفة ما إذا كان ممكنا نقل الفيلين معا بواسطة الشاحنة. أنجز هذه العملية، ماذا أستنتج؟ عندنا الفيل كبير فيه 4285 كيلوغرام، والفيل الأصغر كيوزن 3765 كيلوغرام. باش ننجزو هاد التمرين ضروري خصنا نحولو هاد 8 طن للكيلوغرام باش يكونوا عندنا نفس الوحدة، ميمكنش نخدمو والوحدتين مختلفين. عندنا هنا طن، هنا كيلوغرام. هاد الدرس نتاع الكتل باقي ما قريتوش، ولكن مادام طرحوا عطاوكم التمرين فيه الا خصنا نخدموه. غادي نوريكم هنا الجدول نتاع الكيلوغرام نتاع القياس. عندنا هنايا كيكون هنا الكيلوغرام، وهنا واحد النقطة، هنا قنطار، وهنا طن. هما عطاونا 8 طن. 8 طن هي كنكتبوها هكا، 8 طن. خصنا نشوفو شحال فيها من كيلوغرام. باش نشوفو شحال فيها من كيلوغرام كنزيدو هنا الصفر، وهنا الصفر، حتى كنوصلو الكيلوغرام نحبسو، وهنا الصفر. إذا هذه كتساوي 8000 كيلوغرام. دابا غادي نقومو بالعملية الحسابية. هذه عندنا الوزن نتاع الحمولة نتاع الشاحنة هي 8000 كيلوغرام. شنو قالوا لنا هنا؟ قالوا لنا الفيل الاول كيوزن 4285، والفيل الاصغر كيوزن 3765. حنا خصنا نشوفو ديك الشاحنه اللي الحموله ديالها القانونيه هي 8 طن، اللي هي 8000 كيلوغرام، واش تقدر تهزهم بجوجهم. باش نعرفوها واش تقدر تهزهم بجوجهم، سهله، غادي نديرو هاد الوزن زائد هاد الوزن ونشوفوه. الا كان كيساوي 8000 كيلوغرام اللي هو 8 طن او اصغر، راه كلها تهزهم بجوج. الا كانوا كبر من 8000، كانوا كبر من 8000 كيلوغرام اللي هي الحموله تاع الشاحنه، راه ما يمكنش نهزوهم بجوجهم دقه واحده. اذا نجزو العمليه. هنا غادي نديرو 4285 زائد 3765 تساوي 5 زائد 5 10، كتبو الصفر هنا واحتفظو بالواحد. 8 زائد 1 الاحتفاظ دائما هو اللي كان نضيفوه عاد كنكملو العملية باش ما نساوش. 8 زائد 1 9، 9 زائد 6 15، كتبو 5 هنا ونحتفظو بالواحد. 2 زائد 1 3، 3 زائد 7 10، كتبو الصفر هنا ونحتفظو بالواحد. 4 زائد 1 5، 5 زائد 3 8. إذا الوزن تاع الفيلين معا هو 8050. وعندنا الوزن ديال الحمولة نتاع الشاحنة هو 8000 كيلوغرام. إذا نستنتج، قالك ماذا أستنتج؟ بما أن 8050 أكبر من 8000، يعني الوزن تاع الفيلين اكبر من الحموله تاع الشاحنه. هذا هو الاستنتاج. هنا انجزنا العمليه، وهنا نكتبوا ماذا نستنتج. نستنتج ان وزن الفيلين
معا أكبر، لأن يعني 8050 أكبر من 8000، أكبر من حمولة الشاحنة. إذن اكتبوا، إذن لا يمكن نقل الفيلين معا. معا هذا هو الاستنتاج، نستنتج أن وزن الفيلين معا أكبر من حمولة الشاحنة، لأن حمولة الشاحنة 8000 كيلوغرام ووزن الفيلين 8050. إذا لا يمكن نقل الفيلين معا. هكا غادي نكونو كملنا الصفحة 43، ونتمنى تكونوا فهمتوا الدرس ولا فهمتوا الأجوبة، وإن شاء الله نكملوا في الفيديو اللاحق.